ماشي فوهاش أروى بن إسماعيل شفتهم ولا مشفتهم شوراقك؟ شفتهم في ماشي فوهاش اليوم باش نعملوا حوصلة صغيرة أيوة. علي شفناه في رمضان واللي من اليوم باش نبدأوا نجمروا في البيت أيوة. غالب جماعة ضيفونا كان 20 يوم باش نعملوا قولوا لهم يعطيكم الصحة ويا حي رمضان الجاي خاطر الحكاية هذه عندها عامين وهي قاعدة تتعاود كل رمضان يعملوا لنا كل 20 يوم ويوخروا التالي ياك هاو عادة هاكا في 20 يوم هذوما دزني وندزك أنا حبيت أنا جيت قبل أنا سبقت قبل أنا خير منك أنت ماكش الأول أنا الأول يا جماعة بجاه ربي أمان واحدة واضحة واحدة واحدة التلفزة راي صغيرة وخا نسمعوه أرقصوا وزيد تسمع كلام تبارك الله حاسيلو قديش احنا طلعنا من السنين ومتربين وقديش قدر بيناتنا والحب والتشجيع هذا ما نحكي لكمش الحقيقه بصراحه بصراحه قديش نفخر لبعضنا كما مثلا الجبل الاحمر اسمع يلي ما تسمعش والله حسستوني اللي ربيع التكيلي معناها هيلدا في ستاغ اكاديمي ولا عرب جود تالنت امان أرمست سمير لوسيف محمد علي الاسمر عرب الميزني الكلها الناس كلها تعارك على الاغنية وعلى الجينيريك أمان 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 عيب قبل العمل نبدأ وأنت عشيري تليفونات نعملوا قهوة مع بعضنا برجولية راي خدمتك قديش تعجبني أنت في الشباب راك الرواية يا ربيع وكما عايتوا له وكما عايت لهمش ولا ربيع كذب وبيه وعلي وما جاي حد شيء وكلهم هي سمعوه كما في الزمن ده الكذب كما شفنا زيد عبيد اخرين محليها الحق الكلمه كيف نقولوها ونشجعوا كلمه حلوه مثلا حاتم بالحاج قال الجبل الاحمر اخراجيا ممتاز الله يعطيه الصحه يونس الفارحي ممثلين هايلين وكانوا قد ثقه المخرج والمتفرجين ميرسي يا يونس خالد هويسه قال للاسف المسلسل تظلم برشا في توقيت البث والاعاده فما تصويره زيد دارت البارح انا عجبتني على الاخر وعجبت برشا ناس خاصه بعد التصريح اللي جاي من عند ربيع التكيلي اللي قال الاعلامي هادي زعيم ما يحبنيش وعمره ما يستدعاني للبلاتو نتاعو وديما حتى كي حد يحكي عليا يحاول هو يضربني الماكسيموم الا ان البارح يسرى محنوش هبط التصويره تجمع ما بين الاعلامي هادي زعيم وما بين ربيع التكيلي وقالت انا فرحانه برشا اللي كنت سبب باش نجم نصلح ما بين ربيع وما بين هادي نمشيو للاخبار اللي بعده لله الله محمد رسول الله به نتعديو المسلسل فلوجة في الحلقة الأولانية شبعنا قدو انتقادات ومطالبة بإيقافات بعد حلقة البارح نجم نقول لسوسن برافو لها والكامل الفريق اللي معها جرأة وريسك في كونها عطات الكورة للشباب صغار وهما كانوا قد الثقة هذه وقد المسؤولية حتى كان مازلوا في أول البدايات أما نحب نقول لهم حاجة بركة خاطر دارت فيديو اللي هما خارجين من ريستو وسيكوريتي ودنيا وعبيد وكل نحب نقول لهم خطوة خطوة ما تغركمش الخطوة الأولانية باش نجموا توصلوا كان تحبوا سيسوا على رويحكم والغرور لي نمشي وزيدا كيف كيف نحبش نتكلم ونقول على تيتانيك وش عمل فينا تيتانيك بتاع سانديل سامحوني للا ساندريلا اللي هو العمل كان من اخراج سوني بن بلقيس تمثيل سوني بن بلقيس الديكور سوني بن بلقيس الملابس سوني بن قيس الجينيريك مصري اخراج ليه انا مش نحكي لك على اللي مكتوب في الجينيريك ليه نحكيو على الاصل قلت هي من الاخر كرها نورمال ماما قالتش العنوان اسمه لالا ساندريلا حتى الممثلين بلي شكون معناها انا ما تفرجتش فيه شكون الممثلين راها كان هي سوني بن بلقيس صرح في وسائل الاعلام كان سوني بن بلقيس بالحق مريت حتى ممثل شارك ولا بالحق نشوف في وسائل هو هذاك نورمال مورا واسمه شهوت مونج والفلوس فلوسها وهي حره كل واحد فلوسه وهو حر
على الدنيا السلام. أعطيني مخك عاد هوني. ضرب في العريان واشتيح في المليتي، هذه فما مثل نقولوها. أيوة. احنا في تستور. ايوه الحاصل وبين بالمكشوف في رمضان ولينا عندنا 12 مليون لاقد ومحلل درامي كلها ولات تفهم وتفتي يا ناس يا عالم يا هو راهو التحليل عنده ناس وفما مقاييس ومعايير، فما فرق ما بين تعطي رايك تقول عجبني ولا ما عجبنيش، وفما فرق ما بين تنقد. اذا كان ما عندكش الاليات ما تنقدش وما تخليش وجهك في الحشمه مع الناس الكل. وحاجه اخرى اللي هي صارت عركه وخصام كبير وهذا عيب كبير على لجنة التحكيم اللي اللي معناها حدوا للأعضاء نتاعها اللي هي فيها ليلى بورقيبة بورقعة. تحكيم شنو؟ الأعمال الرمضانية. ما هو في آخر رمضان يلزم عادة عطوها ليزي خير عندها الولاية على كل حكاية دوم فيها ليلى بورقعة قعدوا كل أعمال رمضانية اللي زيت كل أعمال رمضانية وعندها كل شيء والآليات الكل وتنسق مالها هيك اللي هي فيها ليلى بورقعة مختصة في الشأن الثقافي. أيوة. سليم السنهيجي اللي هو مخرج مسرحي الصحفي والناقد الفني خميس الخياطي. أيوة. والمخرج والممثل محمد علي النهدي. عليها مشكله حكايه هذه. اي طيب. وهوني عاد كي تسمى اسم محمد علي النهدي اي كلات بعضها الدنيا. نحب نقول الرحمه مرت محمد علي يا رحمه، راهو عطاو رايهم في المخرج والممثل، ما عطاوش رايهم في راجلك، راهو حتى حد ما فكهولك، راجلك عندك في الدار ويهديك لنا في حمام ولنا في حجامه والسلام. ما شافوهاش ما شافوهاش. انا حسيت بانك